يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات الأبطال طبعا. وعلشان ندخل في الموضوع على طول، النهاردة الحقيقة حلقة استثنائية جدا جدا من برنامج الأبطال، هنحتفل بيها الحقيقة وفيها بنجمات وملكات السلة اللي قدروا ان هم يتوجوا برباعية رائعة في هذا الموسم. الفرقة دي الحقيقة بدأت الموسم بشكل ما كانوش هما اللي مخططين له أو ما حلفهمش التوفيق في بداية الموسم، وخسروا دوري المرتبط. بس على طول يعني زي ما بنقول كده لملموا أوراقهم وقفلوا على نفسهم وركزوا في اللي جاي بعد كده، وقدروا يفوزوا بقى يعني أو يثأروا وخلاص، قرروا ان هم ياخدوا الاربع بطولات اللي جايين، وده اللي حصل فعلا، سواء كأس السوبر وبعد كده الفوز طبعا ببطولة منطقة القاهرة، وبعد كده بقى بنجوع يعني لسه جايين بقى بنجمع قوتنا والجمهور بيطالب بالبطولتين اللي بعد كده. فحصل ظرف عائلي لواحده من اهم لاعبات مصر. يمكن برضو النادي الاهلي زي ما احنا عارفين بمن حضر قوه الفريق وصلابته كانوا في الميعاد، وقدرنا ان احنا نفوز بالبطولتين المتبقيين وهم كأس مصر ودوري السوبر، علشان نكون بقى حققنا رباعية مكتملة مهمة جدا شفنا فيها انضباط وانسجام كبير جدا ما بين اللاعبات والجهاز الفني. الحقيقة النهاردة احتفالنا بيهم هيكون احتفال كبير، لأن هم يستحقوا ده، لأنه أدوا الحقيقة أداء كبير جدا، بلوا مجهود كبير جدا عشان يوصلوا لهذه الرباعية. ودايما لما احنا بنبقى مقفلين موسم مكتمل بعد كده بيكون الموسم اللي بعده أصعب، وده اللي حصل الحقيقة الموسم ده، وعشان كده هنحتفل سوا النهاردة بيهم. ولازم طبعا نشكر المحترفة البولندية ليليان واللي قدمت معاهم بطولتين يعني على أحسن ما يكون وعلى أحسن شكل، وكانت فعلا مثال للمحترف اللي قدر إن هو يشيل ويساعد فريقه. الحقيقة خلينا أقول لكم إن النهاردة احتفالنا هو احتفال مستحق بهذه الفرقة، خاصة إن الفريق ده زي ما أنا قلت بذل مجهود كبير جدا علشان يوصل للرباعية دي، وعد الجمهور والحقيقة أن هم وفوا بوعدهم. وعلشان كده دايما احنا بنقول حتى لو بداية الموسم ما كانتش موفقة، ولكن بعد كده الموسم الحقيقة كان موسم ولا أروع، وده اللي دايما بيميز النادي الأهلي ودايما بيخلينا نقول أن دايما الأهلي قمة. الأهلي دايما قمة وهيفضل قمة، والحقيقة مشاهد سعدنا بيها كلنا، وأكيد خلف هذه المشاهد جنود، يعني أنا شايفة أن هم جنود مجهولة الحقيقة. دايما إحنا بيبقى تركيزنا على اللاعبات، ولكن لا نغفل أبدا أبدا دور الجهاز الفني. عشان كده خليني أرحب بضيوفي النهاردة اللي لازم نبتدي بيهم، وأكيد لازم نعرف كل ما خلف الكواليس علشان يوصلوا لهذا الموسم الاستثنائي. خليني أرحب في البداية طبعا بالغزال كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سلة الأهلي. منورني ومشرفني النهاردة يا كابتن طارق. نورني ومشرفني، والحقيقة مبسوطين جدا ان انتم معانا النهاردة عشان نحتفل بيكم بقى بما يليق في بيتكم النادي الأهلي. واحنا مبسوطين كابتن طبعا علياء محمود مدرب الفريق الاول لسله سيدات النادي الاهلي، منورانا ومشرفانا النهارده. اهلا بيك يا مريم. كابتن ماجد المسلمي طبعا المدير الاداري للفريق الاول لسله سيدات الاهلي، منورنا ومشرفنا النهارده. اهلا بيك. اهلا بيك. وطبعا يعني ختامها مسك اكيد كابتن اكرم الشرباجي محلل اداء الفريق الاول لسيدات كره السله، منورني ومشرفني النهارده. خلينا نبتدي معاكي يا كابتن طارق. زي ما أنا قلت في البداية أو ذكرت في البداية، يمكن كان البداية الخاصة بالموسم يعني غير موفقة، ومش ده اللي أنتوا كنتوا مخططين له، خاصة أن أنتوا طالعين من موسم استثنائي محققين خماسية، فدايما التحضير للموسم اللي بعده بيبقى أصعب، ويمكن ده اللي أنتوا دايما بتتكلموا فيه، ولكن البداية كانت غير موفقة. بس شفنا بعد كده بقى خلاص يعني أنتوا نويتوا بعد دوري المرتبط، نويتوا أن أنتوا تفوزوا بالرباعية، وده اللي حصل فعلا. لا هي كواليس كتير قوي. احنا انا اصلا جهازي طبعا انا بشكرهم كلهم حتى اللي ما جوش، لان انا تعبهم كلهم في كل حاجه. احنا بنعمل بلان فني لكل اللعيبه في نهايه الموسم، احنا هنحضر مين ناقصه ايه هنشتغل عليه على مدار الموسم. في منتخبات عندي 5 لعيبه في المنتخب، 3 لعيبه في منتخب 3 على 3. لحد ما بدانا دوري المرتبط احنا ما كملناش، واحنا قائمتنا كانت قليله، محترفة بتيجي متأخر، فما عندناش، مش عارفين نلعب حتى 4 على 4 في التمرين. فدي كانت أزمة كبيرة جدا. أنا سايبها لو في جزء فني في تقصير ساعة ما خسرنا المرتبط أو جزء من اللعيبة، أنا بحط كمان جزء كبير قوي
لمنتخبات 3 على 3 اللي هي انت دايما بتذكر النقطه دي يا عامله كابتن طارق طبعا في اي يعني دايما اي في انترفيو اي حتى في برنامج ارض الملعب وانا بتكلم معاك دايما بتذكر مشكله 3 على 3. ايوه انا خسرت ده جزء كبير قوي، فرقتي مش معايا، مرال، رنيم، سلعاوي، سوريا، يارا، بيكو، تمارا نادر، كل ده يعني في ازمه 7 8 لعيبه دايما في المنتخبات كلهم اتجمعوا قبل دوري المرتبط باسبوع. اتنين، مشكله في التيم تتلعبي مع المنتخب، انا ما اعرفش العلاقه الشخصيه ما بينهم جايه عامله ازاي، فالتيم مش ملموم. انا دايما وانا بمرن او احنا بنمرن كجهاز، انا ما بحبش اتكلم فردي، انا كجهاز ببقى شايف الموضوع قالب فردي قالب جماعي قالب انا قالب احنا والنادي الاهلي، احنا عندنا احنا بنبني احنا تيم مفيش فردي. اتفاجئنا وقت المرتبط في مشاكل داخليه من جايين من المنتخب بيها مش عندي، ده الجزء الاساسي. ونتمنى ودايما بنناشد اتحاد السله افصلوا زي العالم كله مفصل 5 على 5، ما نقدرش نتكلم في المنتخبات اللي بتلعب زي لعبه، انا اللعيب عندي واخد عقد مقابل ان العب 5 على 5 مش عادي 3 على 3. فدي ازمه، ده جزء. بعد المرتبط على طول اجتماع مع كابتن محمود الخطيب، اسباب ونقاش، وانتوا زي ما يكون لعبتوا بنتائج الموسم الماضي فانتوا هتكسبوا في اي وقت، فكان لازم تاخدوا درس وخدناه فعلا. وكان بعدها ب3 ايام في مباراه السوبر مع الجزيره كسبناها، وشغالين بقى من بعدها برضو ما بين 3 على 3 وما بين لحد ما الحمد لله رب العالمين وصلنا لاخر فتره ما بين الكاس والدوري، الناس كلها بما فيهم انتوا، الشكل العام للفرقه اختلف تماما جماعيا، روح، حب، قلبهم على قلب بعض، الشكل انا مبسوط، انا لما باجي اتفرج على الماتشات كده كمشاهد انا فرحان بفرقتي، فالحمد لله ده توفيق من ربنا. الكلام الخاص بكابتن محمود الخطيب دايما ان هو في خساره او مكسب بيبقى موجود، رسايله بتبقى مهمه جدا كابتن طارق علشان للي جاي، يعني دفعه للي جاي، ابرز الرسائل اللي قالها في اول اجتماع معاكم بعد خساره الدوري المرتبط. احنا ما اتكلمناش او كان لازم ننصح او نقول اللي هو دايما بيقول لنا قبلها، كسبت بطوله اتنست احنا في اللي جاي طبعا، فهي كان عايزه حد يعني كنا احنا ننصحكم ان انت ما تعيش في الماضي، انتوا ثقه زياده، ممكن ده سبب كمان كبير فعلا من اسباب الخساره. الموضوع ده لما لعبنا الجزيره بعد الاجتماع ده احنا من بدايه الجيم طلعنا 20 بونت، يعني كان دافع كبير جدا للولاد وفوكس ان هم يبقوا متماسكين او بيلعبوا بجديه اكتر من ماتش المرتبط. طيب كابتن علياء خليني اجي لك، انا هبدا معاكي بقى يعني مش من الاول للاخر، لا هبدا معاكي بالعكس، دايما لما بتبداي سيزن بتبقي عندك الحقيقه دافع قوي جدا انت تكمليه، خاصه لما يكون سيزن ناجح واستثنائي زي ده، ولكن انت الظروف الحقيقه ما حلفتكيش ان انت تكوني موجوده في نهائي الدوري تحديدا، وشفنا طبعا احتفالات اكيد كنت يعني متضايقه جدا وانت بتتفرجي، كنت عايزه تكوني معاهم، لان الحقيقه انا كنت موجوده كمان احتفال كانت فرحه كبيره جدا، وكانوا كلهم يستحقوا الاحتفال ده والتتويج ده، فاكيد كان نفسك تكوني كنت موجود. اكيد اكيد طبعا، هو زي ما حضرتك قلتي ما حالفنيش الحظ، بس هو الموضوع جه بقى ربنا قسمه كده. انا كان جالي دعوه يعني ان انا اسافر رواندا تبع البال، في حاجه اسمها بي ال فور هير، كان في منتخب تحت 23 جايبين مدربات من افريقيا وعاملين وجايبين 21 بنت من 11 دوله مختلفه. فانا بصراحه اول ما جالي الايميل رحت الكابتن طارق قلت له يا كوتش انا جاي لي كذا كذا كذا، انبسط جدا، قال لي دي حاجه كويسه جدا ليكي وهنتكلم مع الناس في النادي، كان لسه ما فيش تاريخ، وكان لسه ما فيش تاريخ امتى الفاينلز بتاعتنا. فكوتش كان قاعد يزقني، لا دي حاجه كويسه كملي روحي، دي حاجه كويسه ليكي في التدريب. بكده رحت كلمت مع كابتن خالد العوضي نفس الكلام، قال لي طبعا روحي ودي حاجه كويسه ليكي، قلت له طب الماتشات، قال لي خلاص يعني لو كابتن طارق تمام فخلاص. فبصراحه كابتن طارق انا بس كنت مستنيه يقولي لا عشان خلاص انا اقول لا انا مش هروح، فلقيته هو بيزق في الموضوع، نفس كلام كابتن خالد بصراحه، نفس كلام كابتن خالد وانا قاعده معاه، بعت لكابتن خالد مرتجي ان كابتن عليا جاي لها كذا كذا، كابتن خالد مرتجي تمام، يعني فعلا النادي الاهلي كل الناس بالمايند سيت واحد، يعني من اول كابتن طارق لحد كابتن الخطيب كل نفس الناس. فاللي حصل بقى للاسف الشديد انه الوقت جه بالظبط مع
البست اول ثلاث ماتشات. يعني انا لو كنا هنلعب جيم 4 لا قدر الله انا كنت هكون موجوده، بس انا قلت لهم انا مش عايزه اكون موجوده. اكسبوا على ال 3-0 ومفيش مشكله يعني. بس فالكوتش كنت هناك بحاول اكون معاهم طبعا، كنت طول الوقت بتفرج بكتب نوتس ببعت مسج على قد ما اقدر كل الكلام ده لسه واحنا جايين بقول لهم يعني. وانا بلعب كنت مش بحس بالتوتر، لما بقيت قاعده على الخط كمدربه توتر لا، وانا بتفرج لوحدي في بلد تانية ده حاجه. دي اول تجربه ليكي تحصل يعني بعيد. اول مره تكوني بعيد وهم بيحتفلوا بلوك. لا انا لسه بقول للكوتش بقول له انا بتفرج على الماتش بقى كذا مره يعني وهو لايف، بعد كده ابدا بتفرج وانا مطمئنه ان احنا كسبنا، فبشوف حاجات تانية بقى مختلفه خالص. فطبعا اليوم الاخير ده يوم التتويج ده كان بالنسبه لي قررت ان انا اكون هناك هعرف بقى الناس كلها ان النادي الاهلي اخد الدوري. افريقيا كلها هتعرف ان احنا اخدنا الدوري. وفعلا بعت لهم خليت ال 21 بنت من ال 11 دوله يقولوا اهلي اهلي في الصاله بصوت عالي جدا يحتفلوا. وقعدت اقول لهم انا ناديه، انا ناديه احسن نادي في افريقيا، انا ناديه النادي الاهلي. طبعا هم اوريدي عارفين النادي الاهلي يعني. قلت لهم احنا نادي اخدنا الدوري، احنا كسبنا. قررت ان انا اخلي رواندا كلها تحتفل يعني، فالحمد لله. الحمد لله. طيب كابتن ماجد خليني اجي لك. يمكن طبعا دور المدير الاداري اكيد دور كبير جدا، ولكن يعني دايما ما بتبقاش في الصوره. فلو عايزين نتكلم معاك عن دورك في كل موسم عن الموسم اللي قبله، بنشوف طبعا بنشوف دعم كبير منك وفي الاحتفالات موجود، في التحضيرات موجود، طول الوقت موجود. بس فكره المدير الاداري يمكن برضو ان انت جندي مجهول دي بتبقى صعبه شويه، لان انت بتبقى محتاج ان انت تشتغل اكتر علشان المجهود ده يبان. هو يمكن انا اكتر واحد سعيد يعني، دايما المدير الاداري او الجهاز الاداري بيبقى اكتر واحد سعيد بالمكسب وبالمجهود اللي حصل للفرقه، ان هي وصلنا للمستوى دوت وخدنا كل البطولات. بتحس ان انت كل المجهود اللي انت عملتيه، ان يعني اهم حاجه من اساسيات المدير الاداري او الحاجات الاداريه ان انت بتجهزي كل حاجه، مسؤول عن كل تفصيله صغيره وكبيره. كابتن ماجد الفريق للمدير الفني طبعا، ان هو يبقى كل تركيزه في الحاجات الفنيه، كل حاجه بالنسبه له جاهزه، كل حاجه مش ما بيفكرش في حاجه. والحمد لله كابتن طارق بصراحه مديني الدور دوت وواثق فيا جدا. كل حاجه بتحصل، اي ازمه بتحصل لاي حاجه بالنسبه للملاعب، بالنسبه للتحضيرات، بالنسبه للفنادق، هو متاكد وواثق جدا ان هي بتكون جاهزه في ساعتها. فده الحمد لله بيعمل حاجه كبيره جدا للمدير الفني، ان هو بيبقى كل تركيزه في الحاجات النواحي الفنيه اللي بتدي في الاخر ان احنا الحمد لله نفوز بالبطولات. ورايا طبعا يعني برضو مش عايز اكبر إن انا بعمل حاجه لوحدي، معايا اداريه في الفرقه. واهم حاجه في الدور ده كله بصراحه يعني، مهما كان اي اداري في الدنيا او اي مدير اداري في الدنيا، مهما كانت قوته في اداره النشاط الرياضي، دي لازم يعني، دي مهمه جدا. اداره النشاط الرياضي كل ما بتبقى قويه، ورايا معايا مدير نشاط رياضي على اعلى مستوى ما شاء الله، كابتن خالد العوضي. مش عايز اقول، مش هقدر اتكلم عليه، لان هو يعني هي كلمه واحده، هو ما بينامش يعني، هو 24 ساعه موجود في النادي، متواصل مع كل الفرق، وبالذات يمكن فرقتي اكتر الباسكت يعني، انا متواصل معاه، بيوفر لي كل حاجه، اي مشكله بتحصل لاي حاجه، في مسانده جامده، مجلس الاداره معانا. فالحمد لله كل الحاجات ديت. النشاط الرياضي برضو ما بيبقى معاكي، وكلهم ما شاء الله ان هم بيسهل لنا حاجات كتيره، برجع ليهم في حاجات كتيره جدا. فكل الحاجات ديت، كل الحاجات دي العوامل اللي هي بتساعد المدير الفني وبتساعد الجهاز الاداري ان نوصل ان احنا السنه اللي فاتت الحمد لله حققنا 5 بطولات. وده بمشي ببلان معين. السنه دي كنت اتمنى ونتمنى كلنا ان احنا نفوز ب5 بطولات، بس الحمد لله ربنا كرمنا ب4 بطولات، فده نجاح لا هو مهم جدا برضو يا كابتن ماجد. زي ما احنا بنتكلم او زي ما انت ذكرت فكره ان وجود، لو انت قدامك اي عوائق كمدير فريق، اكيد بيبقى لما تطلب ان العوائق دي تتسهل او تتحل، اكيد لازم يبقى في مجلس واعي واداره نشاط رياضي واعي زي ما انت قلت، علشان تحل او تسهل العوائق دي. اهم حاجه، دي يمكن من مقومات النجاح. فانا نجاحي نجاح الفرقه، ان احنا فزنا بكل الحاجات ديت، يبقى الحمد لله. انا بحس ان احنا كل الحاجات اللي عملناها او جميع النواحي الاداريه الحمد لله ماشيه مظبوط، واتمنى ان هي تفضل مظبوطه كده وماشيه على طول باذن الله، ان شاء الله بالدعم من مجلس الاداره والنشاط الرياضي وكابتن خالد العوضي والجهاز الفني طبعا. واحلى حاجه في الدنيا البنات الجمال اللي وصلوا لنا في الاخر ان احنا ناخد احلى 4 بطولات، وان شاء الله
خمس بطولات السنه الجايه سته بقى اللي هي انتوا دايما إن لما تخلصوا سيزون كده بيبقى استثنائي بيبقى اللي جاي اصعب ده احنا عارفينه دايما. طيب كابتن اكرم يمكن برضو انا عارفه اكيد علاقتك بكابتن طارق ويمكن ده اكيد بيأثر على فكره تحليل الاداء وفكره التعاون مع كابتن طارق كمدير فني للفريق خاصة في الماتشات الصعبة أو الماتشات اللي أنتوا مش بيحالفكم فيها الحظ ويمكن دي كانت البداية مع دوري المرتبط. لو هنتكلم على البداية كانت البداية زي السيزن بالنسبة لك مع كابتن طارق أهم القواعد اللي اتحطت أهم يعني التحليل الأداء اللي كان موجود خلال الفترة الأولى دي علشان تعدوا وتحققوا بقى الرباعية. بصي هو كابتن طارق كل سنة بيفاجئني بحاجة جديدة يعني كل سنة لازم يعمل حاجة جديدة. السنة دي ابتدينا فترة الإعداد البنات بتتمرن فتنس مفيش باسكت خالص لا أنا وهو قاعدين بنشوف السيزون اللي خلص اللي خدنا فيه 5 من 5 بطولات 48 ماتش مدون ولا هزيمة قاعدين بنطلع مشاكل البنات فردي واحدة واحدة وأنا مستغرب هو بياخد الحاجة دي وما بيتكلمش بياخد الداتا دي وما بيتكلمش هو بياخد الداتا دي عشان يبتدي يشوف فلانه ناقصها حاجه يبتدي هو يشوف يقعد يتعامل معاها ازاي طول السيزون لدرجه ان احنا كنا جايبين تمارا نادر جايبينها من الجزيره فخدنا مشاكل تمارا من ماتشات الجزيره يعني مش ماتشاتنا كمان ده خلاه هو واخد الحاجه دي ابتدى يعمل ليها شغل طبعا هتاخد وقت لان احنا دوري المرتبط اللعيبه كلها مش موجوده فعشان تدي نتيجه هتاخد وقت فتره شويه ده وقعنا من المرتبط بنيجي بقى بعد كده يعني الدوري لا هو كابتن طارق فيه ميزه بصراحه بيسمع نبص على حاجه يعمل حاجه مثلا حد قال له حاجه بيسمع ويبتدي يشوف وبيريح بقى في ايه هو مرهق بصراحه بس بيريح في حاجه لذيذه بصراحه ان انت في الاخر لا 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 هو انا سعيد ان هم كل واحد بيتكلم بس هو مش مدير فني ديكتاتور برضه ما نقدرش نقول عليه كده ابدا الحقيقه لان انا بشوف انا لما بكون معاكم وانا بشوف لا انا قصدي مرهق في الشغل بس انت بتبقي مرتاحه نفسيا بتحسي ان هو مقدر انت بتعملي ايه دي نمره واحد والاحلى بقى لما تكسبي في الاخر ما نتيجه بقى خلاص مش مهم الارهاق كله بيروح بس لا مرهق برضه في اجماع يا كابتن على الموضوع مرهق بس لا مش مرهق يعني انا يعني في موقف احنا طبعا عارفه الفتره في شهر يمكن ده كان اصعب حاجه ان في شهر كان بطوله افريقيا للسيدات الفولي رجال وسيدات فالفتره ديت كان غصب عننا ما عندناش ملعب فالشهر بحاله كانوا الماتشات بتتلعب على السلطين الحقيقه على السلطين فاحنا محتاجين نمرن الفرقه ومحتاج ملاعب فالفتره ديت ازاي ان انت تدوري على ملاعب وكويسه وجيده فدي صعبه جدا وانت بتدوري التوقيتات بقى ان هو انا ممكن نبقى حاجز مواعيد وفي مواعيد راحه وفجاه في اليوم انا عايز تمرين النهارده هو يعني تمرين النهارده يبقى في تمرين النهارده فالحمد لله يعني بس اعتقد اللي احنا شفناه يمكن لو حتى انتوا بتتكلموا على ان ده بيكون مرهق بس النتيجه بتبان في ارض الملعب وبتبان انه موسم اتحقق فيه رباعيه وده اهم شيء بصراحه يعني في موضوع التحليل هو مرهق هو مثلا ممكن فعلا انا فاكره اخر مره الساعه مثلا 1 بالليل انا عايز فلانه فبس مثلا مش عايز بس مش عايز فلانه يعني وهنطلب بيتزا بقى يعني احنا هنطلب بيتزا ونقعد وهو يعمل لنا هتشربوا ايه هو يعمل لنا في الاوضه كل حد يشرب ايه يعني احنا هنسهر على فلانه بس انا هتاكلوا وتشربوا وتعملوا كل حاجه فده كويس لا انت متخيله يعني هو الراجل بيعمل لنا الشاي وانا قاعد بشتغل بالظبط عشان اللي جاي بقى عشان اللي جاي هو بيقدم بس السبت كده لا والله لا مش بيقدم السبت ولا حاجه بس هو كابتن طارق بيحب يبقى شغله مظبوط لان هو في مشكله هو بعد ما باخد الحاجه من عندي هو لازم يقعد يتفرج عليها وانا عشان عارف كابتن طارق كويس هو ما بيتفرجش عليها مره واحده انا ما اعرفش هو بيتفرج عليها بس بقول لك على الاقل بيتفرج عليها مرتين ثلاثه قبل ما ينزل يكلم البنت اللي هو اتفرج على حاجتها دي انا متاكد ان هو اتفرج عليها مرتين ثلاثه فلازم الحاجه تخلص حتى بقى لو الساعه 2:30 3 الفجر مش مشكله وهو يسهر يا عيني يتفرج عليها ويصحى الصبح يشوفها مره تاني قبل ما ينزل التمرين عشان يقول لها اللي هو وصل له فهي مش ارهاق بس عارفه في هو برضو شغل طبعا وفكره برضو ان هو متولي يعني فريق الاول لسله سيدات الاهلي فكره
اكيد ومسؤوليه كبيره طبعًا. على عاتقه، فاكيد هو عارف ومدرك بالزبط. حجم المسؤوليه الكبيره دي وبيشتغل عليها لان بالزبط. لما بيكون حد في النادي الاهلي بيبقى مختلف عن اي نادي تاني، وده اللي بالزبط. بيميزنا بالزبط. ده اللي احنا دايما عارفينه كابتن طارق، اكيد بتتفق معايا فكره ان انت بتشتغل طول الوقت كده، اكيد ده علشان انت موجود في النادي الاهلي ومتعود على ده كمان. لا انا في الموضوع ده، انا الصيف انا السنه كلها باسكت، يعني انا من دي انا لسه راجع من اسكندريه امبارح، بغير جو يعني زي ما بيقولوا كده، موسم طويل معايا اللابتوب ومعايا الهارد بتاع ال 40 جيم يعني قبل ما انام لازم اخد لي ماتشين. لا قلها اول ما شفتني قلت لي ايه بعد ما سلم عليا لما رجع من السفر دي النهارده اول مره اشوفه انا اول ما شافني فين الفلاشه بتاعت اخر ماتش اول ما شافني بعد ما سلم عليا على طول. فده ده شغل انا ده طبيعي. احنا لسه ما خدناش نفسنا، احنا كان البطوله 30/5 اعتقد كان يوم 30/5 يعني احنا ما كملناش كابتن طارق، ده احنا لسه بنشم نفسنا. انا دي الفسحه بتاعتي، انا طول ما انا قاعد في البيت يا هارد يا لابتوب يا اليوتيوب او الفلاشه او هارد ماتشات السيزون كلها. انا بقى يعني الموجودين عليا او ماجد او اكرم او اللي مش موجودين، احنا دايما بتعامل في اي مكان، انا بطبع شخصيتي ان احنا زي عيله، او والنادي الاهلي الانتخابات عيله كل واحد ليه دور وكل واحد من حقه يقول رايه، وممكن حاجات عالية او كريم هو مش موجود يقولها لي انا ممكن اعملها اشوفها الاقيها مناسبه، برضو لازم اديهم حقهم في الموضوع ده، او حاجه انا شايفها لا مش مناسبه في الوقت ده فده، ولازم هم بيبقوا قابلين الكلام ده ان مش الكوتش ما بيسمعش كلامنا، لا الموضوع نفس القصه بقيه الجهاز كله. احنا مهم قوي يا كابتن طارق، انت يمكن ذكرت كابتن كريم طبعا المدرب العام كابتن كريم اسماعيل، يمكن حصل فكره برضو ان انت بتعدهم او بتتكلم معاهم عشان يبقوا مستعدين، ده شفناه في جيم 2 طبعا لما انت حصلت على 2 تكنيكال فاول وهو كان موجود على الخط، وشفناه ادى اداء الحقيقه يعني متميز، ده اكيد طبعاً. بيتحضر له، واكيد انت بتبقى عامل حساب وقت زي ده صعب زي ده. ده حقيقه، وهو سيستم واحد يعني هو مش هنخرج براه، هي ممكن يبقى في شويه وجهه نظر اللي هو واخد القرار في مين ينزل دلوقتي مين ما ينزلش، انما هو السيستم واحد. بنشكر بشكر كريم وبشكر اللعيبه اللي ما عملتلوش ازمه، ما انت برضو ممكن ايه، انا دايما ببقى واخد على المدرب العام او المدربين عامه اللي مش مدير فني، في هاتوا خد في علاقه ممكن صحاب اكتر زياده فممكن ما احترموش يقول لي حاجه رد فعلي يبقى مختلف، لا التزام تام. رنيم لسه اكرم بيقول لي انا سمعتها بس قررتها برضو هنكسب، دي جمله من رنيم يعني حاجه جميله جدا. انما فكره انا بتكلم على الجهاز بقى، اللعيبه هيجوا دورهم، احنا جهاز متعاون، احنا جهاز الحمد لله رب العالمين بيحبوا بعض، مفيش حد بيتكلم على حد في ظهره وحش، وانا بعرف يعني لو في حد الجنينه ما بتسيبش حاجه في حالها يعني، انما احنا كلنا حتى المتواجد بصفه مستمره ان احنا ده الهدف ايه؟ نبقى مبسوطين، انا دايما بقول لهم كده تعالوا التمرين مبسوطين، نقعد بره مبسوطين، نروح نلعب وربنا كرمنا كمان بمكسب بتبقى السنه حلوه، انما مش هعمل لهم ازمه ان انا معذبهم وان انا يبقى فوق راسهم في حاجات وبوش الكلام ده انا ما بحبوش اصلا. دي من اسباب نجاح قبل الفنيات، يعني قبل ما تحطي الداتا بتاعتك كشغل انت لا لازم يبقى الموضوع كله عامل توازن برضو كابتن طارق، فكره ان انت يعني بتدي لهم مساحه ان هم يقولوا رايهم بس في نفس الوقت اكيد بيبقى في وجهه نظر واكيد قوه الشخصيه بتفرق، ولكن في نفس الوقت انت مصاحبهم ومدي لهم اريحيه ان هم يتكلموا، ده توازن الحقيقه مهم جدا. عايزه اتكلم معاكم الحقيقه كلكم كجهاز فني، ابدا بيك يا كابتن طارق. كواليس نهائي كاس مصر كانت صعبه، صعبه قوي، ويمكن احنا شفناك مش شفناك احنا سمعناك، انت ما كنتش عارف ان الناس سمعاك او الجمهور سمعك، احنا عايزين نفرح والجمهور ده كمان عايز يفرح. طبعا اتعادلنا رحنا اكسترا تايم، يمكن كنا متعادلين 74-74 على ما اتذكر، ماتش صعب ولكن انتوا كنتوا قدوا، والكلام اللي انت وجهته في رسائلك للبنات فرق كتير. عايز اعرف منك كواليس الماتش ده، خاصه ان هو كان ماتش مشدود جدا، وعايز اقول لك كمان حاجه كابتن طارق، احنا يمكن قبل الماتش ده يعني كجماهير وكمنظومه للاهلي احنا كنا قلقانين وكنا خايفين، مش عشان حاجه ولكن احنا كنا عارفين ان هو ماتش صعب. دي حقيقه، وهو صعوبته ان انت الاربع ماتشات اللي مع سبورتنج اللي قبل ماتش الكاس انت خسرانه الاربعه، الاثنين في المرتبط وماتش عندهم كنا حتى لو احنا ناقصين يعني الماتش اللي هناك وماتش اللي عندنا من غير محترفه ومن غير رنيم، فهم كاوراق هم المفروض اعلى بس عملوا جيم كويس. هو صعوبته انك تكسري
الجزء النفسي بالخساره. يعني هي هو كان الفوكس في دي والفرقه بفضل الله واحنا جوه الجيم لحد واحنا خسرانين 3 بونت ما حدش متوتر يعني ولا حد مستعجل. يعني تخيلي ان بنعمل بلايز في تايم اوت وميرال واخده اوبشن او واخده ستاجر في سكرين ما بصيتش لنفسها، بعديه في دبل سكرين لنادين خدت الكره ودول ما عندهم شراهه على الحلقه، يعني ممكن تاخد التراي بتاعها ما حدش هيعاتبها 3 بونت وانا شويته. نادين خدت الكره ما استعجلتش، رنيم راح تعمل لها سكرين بول حاجه فنيه بالبنتريشن اختراق على الباسكت، لقت ليليان اللي ما حدش كان ممكن يتوقع ان هي اللي تاخد التراي الاخير، اكيد كل الناس قالوا يا فلانه يا فلان، وتتشاط بهدوء والكره تدخل. ده المكسب من الجيم يعني بالنسبه لي، ان الفرقه توصل. طبعا كلنا كجهاز اذا كان حد بيتكلم فردي او بنتكلم في اجتماعات ان ما فيش استعجال، في هدوء، فيش تنشنه، ما تقلقش، احنا فرقه جامده. دايما بذكر دي شباب، انت لو ملتزم جوه شغلنا، احنا انا بثق في شغلي جدا، هو انتوا فرقه جامده جدا باي حد، مين مصاب مين مش مصاب. دي من صعوبه الجيم بالنسبه لي للفرقه، ان انت خرجتي حته ان انا لا سبورتنج ليد عليا، وده ممكن يبقى من اسباب مكسب الدوري. انت راح تكسبي الدوري والله العظيم يا مريم ما في حد عنده احساس ان احنا مش هنكسب 3-0. يعني مصر كلها سبورتنج فرقه محترمه جدا مدعمه كويس، كسبانه المرتبط وكسبانه افريقيا، بس احنا وصلنا كجهاز يعني حتى هم ممكن يقولوا دي، ان انا ما عنديش احساس ان انا رايح في 1-1 2-1، انا رايح 3-0 محترف يعني الموضوع ده. والمحترف عندها ظروف سفر قالت احنا هنكسب 3-0. فدي دي بنتكلم على الكاس، هي دي كانت صعوبه الثقه انها ترجع تاني. طيب احنا دلوقتي معانا واحده من نجمات الفريق بتنضم لنا عبر الهاتف، انا مش عارفه انتوا، كان نفسي ان هي تكون موجوده النهارده الحقيقه، ولكن لظروف خارجه عن ارادتها هي ما قدرتش تكون معانا. يعني انا مش هقول هي مين، انتوا اكيد هتعرفوا صح؟ يعني قولي الو كده. الو. ايه طمار. عرفتيها يا كابتن عليا كمان؟ الو كده كمان يعني. كمان الو. هعرفوني على طول دلوقتي. دي تماره. توتو. تمار. لا لا مش تمار. مش تمام. كملوا بقى كلام. خلاص بقى خلاص كابتن رضوى. رضوى قلبتي على تماره ليه؟ رضوى الصوت. ايه الاخبار كابتن رضوى؟ الحقيقه احنا مبسوطين جدا انت معانا، وكان نفسنا تكوني معانا النهارده في الاستوديو، ولكن يعني احنا زي ما انت عارفه ان هو كان موسم استثنائي، رباعيه الحقيقه كانت ولا اروع منكم، مجهود كبير جدا انتوا بذلتوه في هذا الموسم. مش عايز افضل عيد ان هو كانت بدايته غير موفقه، ولكن الحقيقه انتوا كنتوا على قد المسؤوليه وقدرتوا ان انتوا تفوزوا بموسم استثنائي. كلميني عن هذا الموسم، خاصه يعني ان انت اكيد كان ليكي دور يعني مش هين ابدا في الفوز بهذه الرباعيه. انا حاجه انا بشكر حضرتك جدا، والله انا اللي كان نفسي ابقى معاكم جدا غصب عني. بس لو هنتكلم بقى على الموسم الاستثنائي فلا صراحه انا حابه اشكر فريقي جدا والجهاز الفني طبعا، بس الفرقه يعني هو كان في حته ثانيه، احنا كنا واثقين في بعض جدا، كنا عاملين كل حاجه ان احنا بعد خساره المرتبط اللي هو لا يا جماعه مفيش خساره تاني، وما كناش حابين اصلا ان المرتبط تروح مننا خالص بالعكس. فكان اهم بطولتين كان الكاس والدوري، وده كان بالنسبه لنا تارجت. وكابتن طارق كان دايما على طول يتكلم معانا اللي هو يا جماعه مش اوبشن، احنا ان شاء الله البطولتين دول بتوعنا ومفيش حاجه هتضيع مننا تاني خلاص. بس والحمد لله اشتغلنا، يعني اشتغلنا تمارين ولمينا بعض لحد ما ربنا كرمنا والحمد لله خلصت 3-0 يعني. وكنا الحمد لله برضه شغالين ماتش بماتش لحد بقى ما خلاص بقى جينا في الثالث كنا واثقين ان احنا هنكسب. وانا كنت واثقه في فرقتي 100% ان احنا مهما كنا حتى السكور باد لا الحمد لله الحمد لله احنا كنا واثقين ان احنا برضو هنكسب. فالحمد لله يعني الحمد لله. يا رضوى عايزه اسالك، طبعا يمكن اي لعيبه بشكل منفرد بيبقى يعني ليها لحظات صعبه سواء في بطوله او في ماتش معين، لو هنتكلم على مدار الموسم ده بالنسبه لك كان ايه اصعب وقت سواء في بطوله او ماتش معين انت شاركتي فيه، اصعب اللحظات اللي انت عشتيها في الموسم ده؟ والله انا كده بالنسبه لي ماتش الكاس عشان كان ماتش واحد كان بالنسبه لنا تارجت، فالحمد لله يعني كان استثنائي بالنسبه لي والحمد لله خدناه، ودي كانت اهم حاجه عشان نعرف نفكر في الدوري. الدوري بقى ان احنا كنا صراحه حزنا ماتش الماتش كان اصعب ماتش طبعا الثالث، لان خلاص كنا الفرقتين يعني
خلاص زي ما قلت تعبوا خالص. بس ده اللي كان بالنسبه لي اللي هو لا احنا لازم نكسب، وان شاء الله هنكسب مع الفرقه وبرده مع زي ما بقول لك تمينا بعض. فالحمد لله ده اللي كان بالنسبه لي، لا يا جماعه هو مش اوبشن نلعب الرابع، فالحمد لله يعني ان احنا كسبنا. بس هو ده كان الماتشين دول يعني. طيب رضوى عايزه اسالك كمان، يمكن انت اتكلمتي برضو عن ان انت كنت واثقه في فريقك وواثقه في زميلاتك يعني من اللاعبات، العلاقه يمكن لسه كان كابتن طارق بيتكلم اهم حاجه العلاقه والانسجام ما بين اللاعبات وبعضهم. عايزه اعرف علاقتك ببقيه الفريق، ويعني احنا دايما عارفين ان الفريق حتى لما حد بيجي له جديد ويبقى لسه في السيزون الاول، وشفنا يعني خير دليل على ده تمارا دخلت واندمجت سريعا جدا على الرغم من هي صغيره في السن. عايزه اعرف منك اكتر الكواليس ما بينكم، الانسجام والاندماج ده اكيد بيبقى ليه سبب، الجهاز الفني طبعا بيبقى معاكم، ولكن برضو علاقتكم ببعض اكيد مهمه جدا عشان توصلوا اللي انتوا وصلتوا له ده. بصي ده حاجة أساسي. لو هنتكلم على تمارا هي كده كده لعيبة وبروفيشنال ومش صغيرة حتى وهي صغيرة سنا، فإن احنا نندمج معانا احنا كده كده خدنا كله يبقى معانا، إن احنا نتعامل مع بعض وإن احنا نلم بعض، إحنا دخلنا ما بيننا أكتر، إحنا ننزل مع بعض الحاجات دي كلها. لو هنتكلم على الفرقة أوفر أول بقى، لا احنا كان أي حد داون لازم نقومه. لو كان في أول سنة احنا دخلنا التمرين خلاص، التمرين هننسى كل حاجة بره التمرين، يعني الحياه الشخصيه اي حاجه هننساها بره التمرين. وانت احنا بدات التمرين خلاص يا جماعه احنا هنركز التمرين، اي حد ما فيش نيجاتيف فايبس خالص، هنلم بعض هنشجع بعض، اي حد داون لازم نقومه عشان ده اللي هيكسبنا. والحمد لله فعلا قدرنا نشتغل على ده لحد ما الحمد لله خلصنا الدوري 3-0، ودي كانت يعني ما حدش كان متوقع ان احنا الفرقتين الصراحه سبورتنج فريق محترم جدا وفريق كويس، بس ما كانش حد متوقع ان يخلص 3-0. فالحمد لله لا مع لميتنا مع بعض والانسجام اللي كان ما بيننا الحمد لله ما يخصتش يعني. الحمد لله يا رضوى. ويمكن برضو بما ان طبعا اكيد الجهاز الفني موجود معايا النهارده، مهم جدا ان انت توجهي لهم رساله، يمكن رساله انت ما قدرتيش توصليها مثلا في خلال السيزن، اكيد بيبقى الاحتفال بيبقى ليه الكلمه العليا، ولكن اكيد بيبقى جواكي رسائل عايزه برضو توصليها للجهاز الفني بما انه كان طول الوقت واقف في ظهركم وخير داعم الحقيقه، وكان سبب كبير في اللي توصلوا انتوا توصلوا له. فرساله اخيره تقوليها للجهاز الفني النهارده بمناسبه ان هم معاك ومعذبه. بصراحه بشكرهم جدا 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 بجد، حد عشان مش اقول اسامي كلها عشان ما انساش حد، بس بجد حابه اشكرهم كلهم، وحابه طبعا اشكر كابتن طارق على الثقه اللي كان مديها لنا، وان الحمد لله حتى لما ثريا كمان ما كانتش موجوده لا الحمد لله كان ثقه فينا كلنا، وده لكل حد سبورت، فحابه اشكرهم جدا. والحمد لله كان طبعا اتمنى ان احنا نكسب الخمسه، بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتعوض السيزون الجاي، والله بشكرهم قوي يعني. شكرا ليكي طبعا، نورتينا وشرفتينا كابتن رضوى محمد احد نجمات فريق السله سيدات بالنادي الاهلي، شكرا ليكي جدا. طيب كابتن علياء خلينا اجيلك، يمكن برضو انا بحكم حضوري للماتشات كنت بشوفك دايما، فكره برضو ان بنت تتعامل مع بنت اكيد بتبقى مختلفه وبتحسي باريحيه، الاوقات الصعبه اللي بتعدي عليكم انا دايما بشوفك ان انت بتكلميهم خاصه ان انت اكثر خبره منهم، فاكيد بيبقى دورك مهم جدا في اللحظات الصعبه دي واكيد بتفرق معاهم نفسيا. هو زي ما حضرتك قلتي طبعا، هو عشان انا كنت معظمهم لعبت معاهم يعني، فبعرف كل حد ممكن يدخله ازاي، بيبقى طبعا الموضوع بياخد وقت شويه، بس كل حد فيهم بشخصيته بيبقى ليه دخله معينه علشان اخليها تسمعني او تركز في اللي بقوله او كل الكلام ده. فبالذات في ماتش الكاس هنرجع كلنا دايما نتكلم عشان ده كان اكتر ماتش كريتيكال بالنسبه لنا، فكنت انا دايما اقول لهم احنا تمام حتى لو احنا خسرانين الكوارتر الاولاني، تمام احنا لعبنا سبورتنج 4 مرات، كنت ماشي بالورقه وقلم، احنا عادي بين الشوطين، احنا كويس ان احنا نكون خسرانين، احنا كنا بنكون كسبانين قبل كده وبنخسر، احنا كويس. فماشيه معاهم كل حد فيهم بالورقه والقلم، احاول اقول حاجات ايجابيه كده بين الشوطين، لو في حاجه ممكن يشوفوها بسرعه في الفيديو بقول لكابتن اكرم، بيبقى هو بقى مع الورقه وقاعد بيعمل بالورقه وكل الكلام ده، فطبعا بيفرق جدا. بقول لحضرتك الموضوع بياخد وقت، بس كل حد فيهم ليه دخله يعني، في ناس ممكن تروحي تقولها انت بتعملي غلط كذا، في حد ما ينفعش تقولي له كده، بصي انت ممكن تعملي كذا احسن من كذا،
في حد ممكن تقولي بص على الباصه دي تنزل، في حد تقولي له شوفي كده الطريقه بتفرق. انا عايزه بقى اخد من كلامك ده، يمكن انتوا كجهاز فني يعني اسالك يا كابتن ماجد، كنتوا حريصين ان يكون في معد نفسي للفريق، دي حاجه بالزبط. مهمه جدا، لان كابتن علاء اللي بتتكلم فيه ده مهم، فكره ازاي تقدر تفتح كلام مع اللعيبه او تبقى عارف شخصيه كل لعيبه فيهم، فتدخل لها من المدخل اللي هي تقدر ان هي تجيب معاها نتيجه. دي حقيقه، احنا برضو يعني سعداء، يعني حظنا حلو ان احنا السنه اللي فاتت كانت اول مره يبقى معانا يعني بوكس جديد دخل او المعد النفسي. وكان كابتن طارق من زمان جدا كان يعني نفسه ان فعلا يبقى فيه معد نفسي للفرقه. البنات مش زي الاولاد، محتاجين حاجات كتيره جدا. فقصه المعد النفسي كانت كويسه. الدكتوره مي هي مش موجوده معانا النهارده، بس يعني برده كان ليها دور ايجابي. وجه لها الشكر اكيد، اكيد فرقت طبعا وجودها، اكيد فرق. فرقت جدا. الدور النفسي هي طبعا عارفه الموضوع ده تتكلم فيه اكتر، بس فرق معانا برده حاجات كتيره. فرقت معانا بصراحه السنه دي المعد النفسي عندنا، برده المدلك مدلكه السنه دي برده دي فرقت معانا. كل الحاجات ديت اضافت للجهاز السنه دي، فدي كلها حاجات ايجابيه ما كانتش موجوده معانا قبل كده اهوت. بس الحمد لله برده دي ساعدتنا اكتر في الاستقرار، وان الفرقه تبقى دايما يعني جاهزه في اي وقت. كابتن اكرم، اكيد موضوع النفسيه الخاصه باللاعبات اكيد بيفرق في الاداء، واكيد في الاوقات الصعبه برضو بيفرق معاك، فاكيد وجودها فرق. يمكن احنا بنتكلم ده تاني سيزن على التوالي، لو هنتكلم على تحليل الاداء بعد وجود معده نفسيه للفريق. لا، هو انا الحمد لله ان انا ما بتعاملش مع اللعيبه دايركت، لان العمليه صعبه بصراحه. وهي ما هي بتعرف تتعامل معاهم، بس بتشوف اكيد الانعكاس بتاعها. بالظبط، احنا بنبقى متابعين، بنشوف يعني بنشوفها بتكلمهم ازاي. بس هو انا الحمد لله حظي حلو ان انا يعني ماليش دايركت كونتاكت ان انا اتكلم مع البنات، لان العمليه مش سهله بصراحه، بالذات بقى في الماتشات. يعني زي ما علي قالت لي كده، لا انا اعلم على الورقه الحاجات وهم يبلغوا البنات، كابتن طارق او كابتن كريم او كابتن عليا. لكن ان طبعا المعد النفسي بيفرق، امتى تكلمي البنت او اللعيب في حاجه، وامتى ما تكلميهاش وتكلميها ازاي. طبعا دي دراسه والعمليه صعبه، بس الحمد لله انا بعيد عنها الحمد لله. احنا حصل لنا موقف في جيم 1 في فاينل الدوري، المحترف جات اتكلمت معايا، كانت قالت لي ان هي عندها ظرف، يعني مامتها كلمتها وعندها حد من عيلتها حاله وفاه. فانا عايزه، يعني هي بتقول لي انا تمام، انا كويسه، هلعب، انا مش عارفه يعني هتاثر او لا، بس انا هلعب وهادي وكده وانا تمام، بس بقول لك انت عشان لو حصل اي حاجه تديني سبورت او للفرقه. فروحت بصراحه كابتن طارق، انا نفسي شويه تهزيت، بس كابتن طارق بصراحه ما تهزش خالص، كان يعني قال لي تمام، طيب هي هتلعب او مش هتلعب، يعني ما حسسنيش يعني بصراحه. ادانا، انا كنت متوتره شويه، هو لما كوتش رد عليا كده خلاني انا من جوايا هديت كده. رحت المي، دكتوره مي القاضي، قلت لها احنا عندنا كذا كذا، هتروحي يا مي تتكلمي معاها. فمي قالت لي بصي، احنا عندنا حاجه في علم النفس بتقول ان طول ما في ركود بلاش احنا نحركه، يعني قالت لي انا هبص. قعدت مي بره مركزه معاها مع المحترفه بتسخن، قالت لي هي ستيبل، هي بتسخن كويس، ما عندهاش مشكله، فانا مش هروح استريس على حاجه، انا هخليها اتابعها، لو في حاجه غير طبيعيه حصلت فهي على الاقل حتى لو ما عملتش حاجه هي عملت لي انا، يعني ايه مي خليتني انا اهدى. ده جيم 1، ده في اول ماتش، اول ماتش في دوري المحترفه، خالها تقريبا توفى. مهمه، لا، وكان يعني ضربه البدايه، فاكيد انا بس هضيف حاجه، ان هي كمان اساكم بيقول بتحكي لنا، لا هي ما بتحكيش تفاصيل كامله، انما هي بتحكي جزء من الموضوع عشان نتعامل. يعني مثلا كان عندي لعيبه ادائها مش احسن حاجه، عايز اتنرفز او عايز احفزها بشكل ما، قالت لي بلاش التوقيت ده دلوقتي في العصبيه دي، هي عندها مثلا ظرف خارجي كذا، يعني ايه
فده دور اجابه سامه، ما بتحكيلناش كل حاجه جوه الموضوع نفسه. طيب احنا لسه مكملين طبعا احتفالنا ببطولات الرباعيه الاستثنائيه، ولكن الحقيقه يعني دلوقتي بقى هيغادرنا كابتن ماجد المسلمي طبعا مدير الفريق الاول لكره السله سيدات النادي الاهلي. نورتني وشرفتني. وطبعا كابتن اكرم الشرباجي محلل اداء الفريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي، الحقيقه سعدتونا بوجودكم النهارده. هنخرج فاصل، كابتن طارق وكابتن علياء مكملين معانا، وهينضم لنا اتنين من نجمات الفريق علشان نكمل احتفالنا بيه. لسه مكملين احتفالنا بابطال الرباعيه سيدات سله الاهلي في ضيافتنا النهارده علشان نحتفل بيهم، الحقيقه يستحقوا التتويج ويستحقوا الاحتفال بهذه الرباعيه الاستثنائيه. ودلوقتي انضم لنا طبعا اتنين من نجمات الفريق، كابتن رنيم الجداوي منورانا ومشرفانا النهارده. شكرا لنورك. وكابتن ميرال اشرف منورانا ومشرفانا. منورك. خليني ابتدي معاكي بقى يا ميرال. يمكن انا شفت الحقيقه انت بقالك 2 سيزونز مع الفريق، ولكن قدرتي ان انت تسيبي بصمتك، بصمه كبيره طبعا، وتحديدا في البطوله الاخيره بطوله الدوري، وقدرتي ان انت كمان تحصلي على بس 3 بوينت شوتر. ويمكن انا كنت واقفه اليوم ده كنت بسجل مع كابتن طارق وقال لي انا بقالي 2 سيزونز نفسي ميرال تاخد حاجه، ده مشهد رائع جدا بالنسبه لي وانا مبسوط قوي باللي بيحصل ورايا ده. تقولي ايه عن السيزون ده؟ سيزون استثنائي طبعا، وكمان فكره فرحه كابتن طارق بيكي بعد ما فزتي بهذه الجائزه. هو كان سيزون مهم جدا بالنسبه لنا، احنا كنا عارفين فريق سبورتنج مدعمه بلعيبه كويسين السنه دي، فكنا عارفين ان البطولات اللي هنلعبها مش تبقى سهله من ان احنا نكسبها زي السنه اللي قبليها. ويمكن كمان كان الموضوع مهم جدا بالنسبه لنا بعد ما خسرنا اول بطوله، فاحنا كنا نازلين ماتشات الكاس والدوري ان احنا لا احنا عايزين نعوض الخساره اللي احنا خسرناها، فكلنا كنا عارفين نلم بعض، كنا عارفين نلعب مع بعض، كنا عارفين اللي هو احنا عايزين نعمل ايه عشان نعرف نكسب البطولتين دول. وطبعا ما كنتش هاخد الثري بوينت دي من غير مساعده فرقتي وثقه الجهاز فيا طبعا. انا شفت كمان الفيديو بتاع كابتن طارق، انا ما كنتش شفته يعني يوميها، فشفته لما نزل فانبسطت يعني جدا. انا كنت عارفه دايما كابتن طارق نفسه ان انا فرحه كبيره كانه كان باباكي الحقيقه. اللي هو نفسي بنتي كانت تاخد جايزه طول السيزون والحمد لله حققتها. ايوه كان نفسه كل مره بنلعب بطوله هو كان دايما بيبقى نفسه ان انا اخد حاجه، بس يعني ما كانش بيحصل نصيب، بس هي حصلت في بطوله يعني بالنسبه لي كانت مهمه جدا، فانا كنت مبسوطه بيها جدا ومبسوطه كمان ان احنا كلنا كان شكلنا حلو في البطوله دي يعني. طيب رنين بقى بصي، يعني انا عايزه اقول لك احنا دايما بنشوفك يعني فايتر في الملعب، مقاتله جدا، بنشوفك حتى يعني ساعات كده ايه بتتعصبي ولكن بيكون في محلها العصبيه دي حقيقه. يعني لا احنا عارفين الموضوع ده كابتن طارق، بس بيجيب نتيجه والنتيجه ام في بي البطوله الاخيره. الحقيقه احنا كلنا فخورين بيكي، بتعملي مجهود كبير جدا مع الفريق، بنشوفك بتبقي في الاوقات الصعبه. الحقيقه كلمه السر واحده من كلمات سر كابتن طارق هي رنيم الجداوي. عايزه اتكلم معاكي على السيزون ده وعلى ان انت كنتي ام في بي كمان في اخر بطوله. الحمد لله طبعا. سيزون كان صعب بس احنا كنا قدها وكنا مركزين، وطبعا الجهاز كابتن طارق وكابتن عليا وكابتن كريم كانوا ورانا، يعني مهما عملنا مهما الظروف يعني ما كانتش ساعات بتبقى طبعا مش احسن يعني مش احسن حاجه، بس اللي هو كان بيبقى فيه ساعات خساره لما كنا بنخسر في اول سيزون وكده، عمرهم ما فقدوا الامل فينا. احنا كمان كنا الحمد لله على قد المسؤوليه، من بعد ما خسرنا المرتبط كابتن طارق والجهاز قعدوا معانا وكابتن محمود الخطيب قعد معانا، ومن ساعتها واحنا اللي هو لا مش هينفع ان احنا نخسر حاجه ثانيه، هنموت نفسنا سواء في التمرين في كل الماتشات، هننزل كل ماتش مهما كان سهل صعب هنموت نفسنا وهنعمل كل اللي نقدر عليه. والحمد لله ان تعبنا يعني ما راحش على الفاضي الحمد لله. الحمد لله. رنيم بما انك برضو واحده من نجمات الفريق الحقيقه وليها دور كبير جدا، فكره ان اي حد جاي سيزون جديد بنشوفه بيندمج سريعا مع الفريق، اكيد بما ان انتوا بتبقوا اقدم منهم بيبقوا ليكوا دور كبير قوي في ان هم ينسجموا بالشكل ده، ويمكن انسجامهم معاكوا على المستوى الشخصي بنشوفه بيترجم برضو في طبعا الماتشات. كلميني اكتر عن ازاي الانسجام ده بيحصل، يعني شفنا سواء تمارا سواء ليلي ليليانا اول ما جت
دخلوا بسرعة قوي في أجواء الفريق. هما بجد كمان الاثنين لزاز ويعني سهلين، فما كانش موضوع صعب خالص ان هما يدخلوا معنا، واللي هو كان يعني يعني اكيد كان فكره ان انتوا برضو بتبقوا وان تيم، اكيد بيبقى شخصيه الاهلي بتبقى غالبه على فكره ان هم يدخلوا سريعا في الاجواء. بس هم كانوا مسهلين الموضوع خالص علينا، يعني بيهزروا وملتزمين هم الاثنين، كانوا مسهلين الامور يعني وفريندلي جدا، فاللي هو الموضوع كان سهل خالص جوه وبره الملعب ان هم يخشوا جوه الفريق بمنتهى السهوله ويتاقلموا معانا وتاقلموا معانا بشكل جميل، بالذات يعني ليلي جت في اخر السيزون، وده مش بيبقى سهل ان لما تيجي في نص السيزون او في قرب الاخر شويه ان هي تتاقلم مع الفريق، بس بالعكس يعني منتهى اللذاذه وبجد جميله جدا وكلنا حبيناها وهي حبتنا، فكانت لذيذه يعني والحمد لله ان هي اتبسطت معانا. طيب ميرول خليني اجيلك، يمكن احنا كنا بنتكلم قبل ما انتوا يعني تدخلوا معانا بنتكلم عن فكره كابتن طارق، تعليماته بتبقى ازاي مهمه، فكره ان هو موجود على راس الجهاز الفني. اي نعم هو يمكن بيكون بيخليكم تبذلوا مجهود اكتر شويه او مضاعف، بس ده بنشوفه بيترجم في صوره بطولات، مكاسب في الماتشات، اكيد دور كبير جدا، وهو يمكن عامل موازنه في فكره ان هو برده ما عندوش استسهال او ان هو بيستهون بحاجه، بس في نفس الوقت هو اب ليكم، اكيد دوره كبير. عايز اعرف ازاي الدور ده اثر عليكي كلاعبه مع فريق النادي الاهلي. هو كابتن طارق، عشان كمان دي تاني سنه كابتن طارق معانا، فهو تقريبا خلاص هو عارف مع كل واحده يتعامل معاها ازاي، او اللي هو يعرف يخليها تركز في انها تنزل تعمل ايه بالظبط. هو كمان كان كابتن طارق، يعني احنا كان كل تركيزنا في هو كان ماتش سبورتنج، احنا هنعمل ايه تمرين لسه ماتش سبورتنج عليه لسه اسبوعين او حاجه، بنفضل مركزين احنا هنعمل ايه قبلها باسبوعين مع فرقه سبورتنج. فهو ده تقريبا اللي خلانا ان احنا نبقى عارفين فرقه سبورتنج هتعمل ايه، عارفين ان هو ندافع عليهم ازاي، عارفين هنلعب ازاي. تقريبا هو ده اللي ساعدنا ان احنا نقدر نكسب بطوله الكاس والدوري. فالموضوع ما كانش سهل، وكابتن طارق كان بيحاول على قد ما يقدر نتفرج على فيديوهات التمارين تبقى كلها هنعمل ايه، الديفنسات هتبقى ايه، اللعب بتاعهم الاوفنس بتاعهم ايه، عشان احنا نعرف ندافع عليهم. كنا بنعمل كل حاجه في التمرين، وكابتن طارق بجد كان بيعمل كل حاجه في التمرين، سواء كان هو او كابتن علي او كابتن كريم، كانوا بيعملوا كل حاجه بجد عشان نبقى عارفين احنا هننزل نعمل ايه في ماتش سبورتنج، وده اللي كان نخلي الموضوع يعني سهل علينا في حاجات كتيره قوي. بس فيعني هو بجد هو وكابتن علي وكابتن كريم يعني تعبوا معانا في السيزون كله بصراحه. طيب خلينا نروح بقى دلوقتي، خلاص انا مش هحيركم بقى المره دي تاني، هنروح لكابتن الفريق كابتن دينا عمرو، بتنضم لنا عبر الهاتف. طبعا كان نفسنا دينا تكوني معانا النهارده، خاصه ان انت يعني صاحبه اكبر يعني تاريخ في سجل بطولات النادي الاهلي، فكنا اكيد حابين انت تكوني معانا النهارده. ببارك لك اكيد بالرباعيه دي والموسم ده، واكيد انت اكثر خبره وعارفه قد ايه الموسم ده بيبقى محتاج تحضير كويس جدا. الف مبروك، واحكي لنا بقى عن السيزون ده. الله يبارك فيكي. اولا يعني وحشتوني جدا يا ابطال، كان نفسي فعلا اكون معاكم النهارده بس معلش. بس يعني بصراحه انا كنت حابه اقول يعني ان السيزون ده كان من يعني اهم السيزونز اللي بصراحه كانت عدت عليا انا كدينا في حياتي، ومن اصعبهم كمان بصراحه، لانه الهدف فيه كان فعلا يعني كان لازم كنا نتمرن كتير قوي ونتعب كتير قوي، عشان كده الحمد لله يعني برضو ربنا كرمنا في الاخر. وبصراحه برضو هي حاجه مش جديده على النادي الاهلي، احنا ما نعرفش غير المركز الاول، فالحمد لله ربنا كرمنا جدا السنه دي. يعني دينا، يمكن كابتن الفريق بيبقى دوره مختلف شويه في دعم بقيه اللاعبات في الاوقات الصعبه تحديدا، فدورك خاصة ان انت يعني بقالك سنين في النادي الاهلي، ويمكن اي كابتن فريق في النادي الاهلي شخصيته بتختلف عن اي كابتن فريق تاني، دور بيبقى صعب الحقيقة وبتبقى مسؤولية صعبة، وده بنشوفه في الاوقات الصعبة. كلميني اكتر عن دورك لكابتن الفريق، خاصة ان انت بتبقي محتاجة ان انت تندمجي اكتر مع كل اللاعبات. بصي والله هو يعني الحمد لله كده كده يعني احنا الموضوع بيتسهل عليا اكتر لو انا والفرقه اصحاب او كده، فالحمد لله اي مشكله بتبقى سهله انها تتحل.
وارد جدا يبقى في ناس زعلانه، وارد جدا يبقى في ناس متضايقه، وانا اكيد ممكن في وقت من الاوقات ابقى حد من الناس دي. بس حتى بصراحه انا لو زعلت او كده في غيري اللي بيشيلني وبيتكلم معايا، وفي نفس الوقت حتى اصحابي بيبقى كده كلنا بصراحه بنبقى في ظهر بعض. احنا بصراحه يعني فاميلي، يعني احنا قريبين من بعض جدا، وفعلا الحمد لله ده كان سر كبير قوي ان احنا السنه دي نقفل على نفسنا، يعني خصوصا بعد ما خسرنا اول بطوله. فمش حابه اقول بقى انه انا بقالي سنين كابتن فرقه وخلاص الموضوع بقى طبيعي، في الاول كان صعب والكلام ده، بس هو الموضوع مش ككابتن فرقه او رولز او الكلام ده، على قد ما انت لو احنا كلنا اصحاب وبنحب بعض وقريبين من بعض كل حاجه خلاص بعد كده بتبقى سهله. يعني انا مثلا يعني انا ما اقدرش بقى جو ان انا اقعد اتكلم مع واحده صف بقى وزعق والكلام ده، لا خالص. بس احنا بنحترم بعض وبنقدر بعض وكلنا كويسين مع بعض الحمد لله. يعني دي كده كده عندنا مبادئ في احترام، كده كده كلنا بنحترم بعض الحمد لله. دي يمكن يا دينا عايزه اسالك على حاجه مهمه الحقيقه. دايما لما بيكون لاعيبه قديمه او لاعب قديم في صفوف النادي الاهلي، الجمهور بيبقى خلاص يعني حافظه وعارفه كويس جدا. جماهير النادي الاهلي جمهور الحقيقه مختلف ومتميز عن اي جمهور تاني، وبيبقى التعامل معاه انت عارفه بالنسبه له المركز الثاني دي كارثه. فاكيد انت واجهتي يعني مواقف كتير جدا مع جماهير النادي الاهلي، عايزاكي توجه لهم رساله وازاي بتتعاملي معاهم، خاصة لما بيكون في مثلا خسرتوا ماتش او خسرتوا بطولة، انت عارفة التعامل معاهم بيبقى صعب جدا، واكيد انت ككابتن فريق بتبقي في وش المدفع كده زي ما بنقول. لا دي حقيقة، هو فعلا انت كسبتي الناس بتشيلك في وراها، خسرتي للاسف انت بتبقي اول واحدة بتاخدي النقد كله. بس انا بصراحة اقول لك حاجة، هو حقهم، هم بيغيروا على النادي بتاعهم وبيغيروا على اللعيبة بتاعتهم، بس هو برضه في نفس الوقت لازم يبقوا عارفين ان لو يوم ما بيحصل خساره او بيحصل اي حاجه لا قدر الله غصب عننا، حتى لو عملنا اللي علينا ممكن ربنا يبارك كده، ده بجد مش بيبقى احنا قاصدين حاجه زي كده. بس فعلا ممكن تكون دي الظروف اللي احنا فيها الفتره دي، بس بصراحه هم دايما في ظهرنا، حتى لما بينتقدونا وبيقعدوا يقولوا كلام علينا او كده ده بيبقى علشان يفوقونا، يبقى عايزيننا دايما نبقى كويسين. هم غيرانين علينا كفرقه وعلى نادي، مش ما يقدروش يشوفونا في مركز ثاني او ما يقدروش يشوفونا ان احنا بنخسر. فهم بس برضو لازم يبقوا فاهمين حاجه زي كده. وساعات ممكن تبقى في حاجات خارجيه كتيره جدا غصب عننا بتحصل داخليا او قوية نظر مدرب او الكلام ده كله احنا مالناش دخل فيها. فهو في الاول وفي الاخر احنا بنبقى بنعمل كل حاجه لمصلحه النادي، واللي المدير الفني بيبقى شايفه في الاول وفي الاخر برضه هو ده رايه وهو القرار الاخير ليه. فهم برضه يعني انا على قد انا عارفه ان هم اكيد برضه بيحبونا. لا هم بيحبوكوا جدا طبعا ودايما في ظهركم. طبعا بالظبط. فهم برضه لازم يبقوا فاهمين ان في حاجات كتير احنا في الاخر لعيبه وفي مدرب، واحنا بننفذ القرارات وبننفذ التعليمات، احنا ما نقدرش نعمل حاجه اكتر من كده. وكل اللي احنا برضو نقدر نقوله ان احنا بجد بنموت نفسنا وبنسيب كل حاجه ورانا فعلا علشان النادي وعلشان نكسب وعلشان نبقى احسن فرقه في الدنيا. وفعلا بنسيب بيوتنا واهالينا وشغلنا وكل حاجه ورانا واصحابنا وبنضحي بحاجات كتير قوي طبعا نكسب. فبيبقى بجد غصب عننا لو بعد الشر او لا قدر الله زي مثلا بطوله المرتبط لما حصل كده ان احنا خسرنا. بس الحمد لله الحمد لله الرد كان السنه دي كويس جدا وكرم ربنا كان كبير، خدنا بعديها منطقه وكاس سوبر وبعد كده الكاس الحمد لله، وما كانش في كرم احسن من ان احنا اخذنا كمان الفاينل مع سبورتنج 3-0. واظن دي يعني كانت حاجه عمر ما حد الصراحه برده كان يتوقعها عشان اكون حقانيه. طبعا نورتينا وشرفتينا كابتن دينا. كم بطوله يا كابتن دينا مع النادي الاهلي؟ قربت ال 40 بصراحه، يعني خلاص كده يعني ما شاء الله الحقيقه. ما شاء الله يا كابتن دينا، الحقيقه دايما كان ليكي دور كبير جدا في دعم الفريق، بنشكرك وكان نفسنا ان انت تكوني معانا ومنورانا هنا في الاستوديو، وان شاء الله اكيد هنلتقي مره ثانيه. انت عارفه دولاب النادي الاهلي يعني ما بيخلوش من البطولات. انا برضو عايزه اديها حقها. انا جايه باذن الله على طول. اتفضل يا كابتن. بصراحه نموذج لكابتن الفرقه الملتزم. مفيش تمرينه بتتاخر، مفيش تمرينه فيها ازمه سبورت مع الجهاز لاي لعيب ساعات ما بيلعبش يبقى كذا. انا بشكرها على التزامها سنه بصراحه، حتى يعني
جسما هي كمان محافظه على نفسها جدا وعامله دايت عنيف جدا هي تبقى قادره تلعب، وربنا كرمها في الماتش في جيم 3 عملت جيم كويس قوي دفاعيا قبل هجوميا. فانا بشكرها على التزامها دي حقيقه. نورتينا وشرفتينا يا دينا، شكرا ليكي جدا. شكرا جدا، شكرا ليكي، شكرا ليكي. طيب خليني بقى اروح برضو لميرال مره تانية. طبعا احنا كلنا عارفين يعني ميرال طبعا مخطوبه لعمر خالد كاستيلو احد نجوم فريق اليد بالنادي الاهلي. فكره او نصيب ان انتوا الاثنين موجودين داخل جدران القلعه الحمراء دي حاجه صعبه يعني ضغط. انا فاكره لما انا كنت بعمل معاكي انترفيو انتوا كان قبلها هو باسبوع كان بطوله وانت بعديها بطوله، بس الضغط بيبقى كبير جدا. فكره ان انتوا كابل مع بعض او يعني اتنين مخطوبين وفي الشده دي وفكره انتوا موجودين في النادي الاهلي اكيد اكيد حاجه صعبه ما بينكم انتوا الاثنين، فعايزين نعرف بقى بيبقى بتتعاملوا مع الموضوع ده ازاي. هو يمكن الموضوع كان صعب بالنسبه لي انا اكتر عشان كنت اول سنه بالنسبه لي السنه اللي فاتت، فما كنتش لسه عارفه الاجواء ايه، وهو اللي كان بيقول لي يعني انا المفروض اعمل ايه ما اعملش ايه، عشان هو في النادي بقاله كتير فهو اللي عنده خبره في الموضوع اكتر مني يعني. بس فحاسه الموضوع مش بيبقى ضغط يعني، هو عارف يتعامل مع الموضوع اكتر مني. يمكن الموضوع بالنسبه لي انا اللي كان غريب شويه عشان انا ما كنتش واعيه على الاجواء دي، بس هو يعني هو ما شاء الله يعني سبورت جدا يعني في كل حاجة بصراحة يعني من السنة اللي فاتت، وهو يعني بيشجع فيا وهو عارف يعني السنة اللي فاتت بالنسبة لي كانت صعبة قوي عشان أول سنة في النادي وكده، فلا هو سبورت جدا ليا من السنة اللي فاتت والسنة دي كمان، عشان كان عارف كمان الظروف اللي احنا مرينا بيها السنة دي سواء كان حد اتصاب، وكمان يعني ندى اتصابت وسرايا كانت حامل والناس كانت فاكرة ان احنا مش هناخد اي حاجة السنة دي، فهو لا كان سبورت جدا يعني ليا السنتين دول يعني. لا احنا بنشوف ده والجمهور كمان عارف دايما بيدعمكم برضو بشكل كبير قوي. هو طيب. بصراحة حتى انا ما كنتش على طول بنتكلم على عمر ومرار، هما قريبين جدا من بعض في كل حاجه في اللعب وفي بالظبط، بس هي ميرال دي يمكن حاجه ممكن اول مره عمر يعرفها هي في الماتش. انا فوجئت قلت للكوتش دي مشجعه درجه ثالثه، دي ثالثه شمال هي بتقعد في الماتش، عشان كنا في الصاله بتاعه 6 اكتوبر اتفرجنا على جيم 1 بتاع الزمالك. حتى انا قلت لها انت مش لابسه ليه التيشيرت بتاعه عمر، فقالت لي لا المره الجايه بقى هلبسها. فبتبقى لا قاعده وطول الماتش وبتتشد وبتقف وبتتنطط، التشجيع هيبقى مضاعف يا كابتن علي مفيهاش كلام. فهم الاثنين لا يعني ربنا يا رب يبارك فيهم، هم شبه بعض جدا في كل حاجه في النادي الاهلي على المستوى الرياضي وعلى المستوى الشخصي كمان. كل احترام الحقيقه والتقدير ليهم لان هم بيمثلوا النادي الاهلي، واحنا دايما عندنا بنهتم بالاخلاق كمان بشكل كبير جدا، وده اللي احنا شايفينه سواء مع كاستيلو او مع ميرال. فالحقيقه انتوا واجهه مشرفه للنادي الاهلي اكيد. رنين يمكن كان في ظروف صعبه للفريق السنه دي، اصابات وظروف استثنائيه اكيد ده كان بيأثر عليكم، ولكن انتوا دايما زي ما احنا عارفين الاهلي بمنحدر، وده اللي انتوا بتقدروا ان انتوا دايما بتتجاوزوه سواء بدعم الجهاز الفني او بدعمكم لبعض كمان. ازاي اثر عليكم الغيابات دي في الفريق؟ طبعا اثرت من اول السيزون خالص، ناس اتصابت ناس مشيت، احنا ما كناش يعني احنا في السنه اللي فاتت كنا بجد عددنا ما شاء الله في تبديلات كتير، ممكن عايز الواحد يريح ماتش وعارف ان اللي وراه هيسند. ده اللي حصل السنه دي برضو الحمد لله، كان يعني لما كنت بريح او حد من اللي بينزلوا بيتعب بيطلع مفيش قلق ان اللي بعده هينزل ويكمل، وده طبعا علشان كابتن طارق والجهاز كله ادى للفريق كله ثقه ان هو السيزون ده مختلف، احنا خلاص مفيش استهتار مفيش دلع مفيش اي حاجه، اي حد هينزل دقيقه دقيقتين 5 دقايق ال 40 دقيقة هيموت نفسه، واللي تعبان يقول وهيغير واللي بعده هينزل هيكمل المسيرة بتاعت اللي قبليه. فالحمد لله ان احنا طبعا الاصابات والغيابات اثرت علينا، بس احنا الحمد لله الفريق كان مدرك بالغيابات دي وكنا على قد المسؤولية الحمد لله، وكله يعني كان شادد حيله الحمد لله السيزون ده كله. كابتن طارق يمكن انا عايزة اجي لك في سؤال، يعني انا عارفة دايما انت
انا قلقان من السؤال. لا لا خالص انا سعيد ان هم بيتكلموا، انا عايز هم اللي يتكلموا. بس دايما انت يا كابتن طارق، انا يمكن بشوف ده مهما وصلت لعيبه في صفوف الفريق عندك لنجوميه او لشطاره، انت دايما بتتعامل مع كله بشكل معين، بشكل واحد، ما بتنجمش لعيبه على الثانيه. ده انا بشوفه حتى لو في خطأ، لا بيبقى الخطأ مضاعف. ده اكيد بيبقى صعب ان انت تحققه، لان بيبقى اي لعيبه بتوصل لمستوى معين، سواء من الشطاره، من الجماهيريه، من الشعبيه، برضو اكيد ده كلنا فينا ان احنا بيبقى عندنا حته الانا شويه. فانت بتتعامل مع ده ازاي؟ انا شفت بتتعامل معاه ازاي، بس يعني اكيد عايزين نفسر للمشاهدين انت ازاي بتتعامل مع ده، وازاي كمان بتخلي صفوف الفريق كلها واحد، ما بتنجمش لعيبه على الثانيه، انت كلهم عندك بتستخدمهم في الوقت المناسب. دي معادله صعبه جدا. جدا يعني. اولا العدل في المعامله، الكبير قبل الصغير، بتخلي الناس تثق في الموضوع ده. انما انا ممكن مش هنجم، ممكن حد يبقى ليه ميزه عن التاني بالتزامه وادائه. يعني دايما انا حتى بقول الكلام ده في اجتماعات، يعني انا ما بقولش حاجه في الدره، يعني دايما، وعشان كده بيزعلوا. يعني انا دايما واضح وكلامي واضح. النجم نجم طول ما هو ملتزم. زودي عليها شغلك الفني، ممكن يبقى نجم ومش مادي اللي انت عايزاه. الموضوع بالنسبه لنا بيقل، مش عايز اقول نجوميه، احنا تيم، احنا الفرقه كلها نجوم. خبرات بتختلف ما بين لعيب ولعيب. انا اقل لعيب السنه دي لعب من ال 48 جيم 39 او 40 جيم ماتش سبورتنج فقط، هو اللي مين الفتره اللي فاتت ملتزم بياخد حق. عندي مشاكل ممكن مع رنيم، لو في دلع نجمه السلعاوي كذا، سوريا مشكله، اي لعيب او دول نجوم، ما طبعًا نقدرش نتكلم طبعًا. كابتن فرقه دينا في، طالما انت خارجه بره الرولز دي، طبيعه شخصيتي كده، وانا بحب اعمل تيم، ما بحبش الفرد للاصابه. لو لا قدر الله حد اتصاب، التاني بعيد قوي، انا ما بحاولش دي. واللعيب اللي بيحط نفسه بقى في الدايره بتاعه العب قد ايه، ممكن لعيب بياخد شغل كتير وبياخد بيزك كتير و بس مش مادي التارجت اللي انت عايزاه، فبتلاقي نفسه التايم بتاعه بيقل في الماتشات المهمه. انما احنا العلاقه نفسها علاقه ايجابيه، علاقه فيها احترام، علاقه فيها انا مش عايز اكبر نفسي، اب واولاده اتنين. انا كنت لعيب باسكت وبرده الحمد لله نجم زيهم، فيعني عارف يعني ايه احترام المدرب، يعني ايه احترام التعليمات، يعني ايه نجم وانا عندي اصلا مشاكل. لازم تعرفي مشاكل. هي معادله الحمد لله رب العالمين. الشكل العام في الكاس والدوري، انا بتفرج على الماتشات والله بدون وانا مش مدرب، ببقى سعيد جدا للحاله الجماعيه والفرديه اللي وصلوها مع بعض على الفرق. بس هي دي المعادله. كابتن طارق انا بشكرك جدا، نورتني وشرفتني النهارده. طبعا المدير الفني لسيدات سله الاهلي، الف مبروك على هذا الموسم الاستثنائي، وخد بالك عشان انت مسؤوليتك اللي جايه اصعب. اتقال لنا يعني كابتن محمود في التكريم قال لنا لازم تبقى عارف ده كويس طبعا. وكابتن علياء طبعا نورتيني وشرفتيني، مدرب الفريق، اكيد كل الشكر ليكم كجهاز فني على المجهود الكبير اللي انتم بتبذلوه، يعني واللي بنشوف الحقيقه نتاجه بهذه البطولات، شايفين قدامنا كؤوس وبطولات. فشكرا ليكم جدا. انتوا هتغادرونا دلوقتي، ولكن هتكملوا معانا لحد اخر الحلقه طبعا، هتنضموا لنا في الاخر علشان نحتفل معاكم. دلوقتي هنخرج لفاصل سريع ونكمل حوارنا مع نجمات الرباعيه، هينضم لنا بقى يعني نجمات جداد في الاستوديو. فاصل سريع ونواصل. لسه مكملين احتفالنا ببطولات الرباعية الاستثنائية في هذا الموسم، بطولات سلة النادي الأهلي. ودلوقتي بقى بينضم لنا اتنين من نجمات الفريق، كابتن سوريا محمد منورانا ومشرفانا النهارده في الاستوديو. ميرسي. كابتن ندى نافع طبعا منورانا ومشرفانا النهارده في الاستوديو. ميرسي. طيب سوريا، خليني ابتدي معاكي. هو الحقيقه انتوا كانت ظروفكم متشابهه، بس الظروف مختلفه. انتوا الاثنين بداتوا الموسم وما كملتوش، ولكن خليني ابتدي معاكي في البدايه. طبعا انت يمكن بداتي معاهم السيزون، كانت البدايه صعبه، ولكن ما قدرتيش كمان ان انت تكملي معاهم، فاكيد ده بالنسبه لك كان اصعب على المستوى الشخصي كلاعب.
اكيد طبعا كان الموضوع صعب، يمكن في الاول ان اول بطوله لعبناها من ان احنا طلعنا السنه اللي فاتت كسبانين 5 بطولات، فاول بطوله لعبناها اللي هي مرتبط خسرنا من سبورتنج، فاكيد كانت حاجه يعني مش كويسه لينا كلنا. قدرنا بعد كده ان احنا نكسب السوبر والمنطقه، وبعدين انا حصل لي ظرف فما قدرتش ان انا اكمل الموسم، بس ان هم يقدروا يوصلوا يعني الحمد لله ان الفرقه قدرت انها تكمل وتقدر انها، برغم ان احنا فعلا زي ما رونيم وميرال قالوا ان احنا كان عددنا قليل، بس الحمد لله قدروا ان هم يبقوا مع بعض اكتر وان هم يفقوا ويحتووا المحترفه اسرع، وقدروا ان هم يبقوا يعني يكسبوا. يعني احنا لعبنا سبورتنج 8 مرات، كسبوا 4 واحنا 4، واحنا كسبنا يمكن اهم 4 في الموسم كله، كسبناهم في الكاس وفي الدوري، فقدرنا ان احنا نرجع تاني. يمكن بطوله المرتبط هي بطوله وكان نفسنا ان احنا نبقى برضو عاملين موسم من غير هزيمه، بس البطولات الاهم احنا قدرنا ان احنا نكسبها. ندى انت يمكن برضو ظروفك كانت شبيهه لظروف سرايا، ولكن الاصابه بقى لما تبقى على عيبه بتبقى حاجه صعبه، خاصه ان انت اصابتك كانت صعبه ورخمه جدا، فاكيد كنت عارفه ان انت هتقعدي يعني بعيد شويه عن الفريق وعن المشاركات. تحكي لي كده عن الموسم ده بالنسبه لك كان عامل ازاي، خاصه انه لما بيبقى في البدايه اكيد بتبقى حاجه بالنسبه لك كمان بتاثر عليكي نفسيا. بصي، هو انا في الاول كنت بادئه معاهم الموسم فتره الاعداد وكده، وفي اول ماتشات خالص جالي رباط صليبي، بس بعدين بقى بعد ما عملت العمليه وكده كنت عارفه ان الفريق حتى لو هيحصل فيه اي دروب هم بروفيشنال وقد المسؤوليه، فكنت عارفه ان هو حتى لو ايا كان مين حصل له او عددنا قل هم بروفيشنال وعارفين ان هم هيبقوا قد مسؤوليه ان احنا نبقى نكسب الماتشات كلها، وان احنا المفروض ان كل بطوله بتبقى مهمه بالنسبه لنا، فان هو لا يعني حتى لو ايا كان مين مش موجود في الفريق لا هم المفروض بيكملوا وبيلموا بعضهم وبيتعاملوا ان هم بروفيشنال بلايرز، فهو مش بيفرق لهم يعني مين موجود او مين مش موجود. طب احنا عايزين نعرف بقى انت اصابتك وصلت لفين، طمنينا عليكي كده. انت اكيد كان عندك برنامج تاهيلي كبير، خاصه ان هي اصابه مش سهله، فعايزين نطمن عليكي. بصي، انا اتصبت في شهر 10 وعملت عمليه في شهر 11، وانا المفروض ان انا خلصت يعني علاج طبيعي، فان شاء الله يعني الموسم الجديد هبدا مع الفريق ومفروض ان انا خلصت يعني ان شاء الله. ان شاء الله. طيب سرايا، يمكن برضو وجودك في الماتشات احنا دايما بنشوفك حتى لو ما كنتيش بتشاركي، ولكن في النهائيات تحديدا دايما بنشوفك وفي الماتشات الصعبه موجوده. اكيد كنت بتتمني ان انت تكوني بتشاركي معاهم، ولكن انت معاهم في ظهرهم في فكره ان برضو اكيد كانت ظروف صعبه جدا الاخرانيه دي تحديدا ماتش الكاس، فوجودك اكيد كان بيبقى مهم بالنسبه لهم. اكيد طبعا انا كان لازم اكون موجوده معاهم، انا برضو يعني يمكن الوقت اللي كان فاضل كان هو خلاص سيمي فاينل وفاينل الكاس وسيمي فاينل وفاينل الدوري، فيعتبر خلاص كان في اخر الموسم، بس انا كنت واثقه ان هم هيكسبوا، يعني خصوصا ان في ماتش الكاس زي ما قلتي فعلا كان اكتر ماتش يمكن كان فيه زي كان انتنس قوي، كان صعب وتعادلنا رحنا اكسترا تايم بالظبط، وهو ماتش يعني حتى الدوري لو لا قدر الله كان حصل حاجه كان ممكن يرجعوا، هو 5 ماتشات فاحنا بنقدر ان احنا نعرف ايه اخطائنا ونرجع تاني، بس الكاس فعلا كان ماتش شده جدا، يعني كانت كل الناس كانت مشدوده، الحمد لله ربنا وفق الناس في الاخر، ربنا وفق رونين بثلاثيه والمحترفه بثلاثيه، ودي كانت يعني دي فعلا كانت زي ما ربنا كان ميسرها كده ان هما الاثنين هما اللي يبقوا سبب، كل الفرقه بصراحه عملت ماتش حلو قوي مش بس هما الاثنين، فدي كانت حاجه يعني احنا فعلا فرضنا نفسنا من الاول، وانا قلت ان احنا اكيد لو كنا كسبنا ماتش الكاس ده بعد كده الدنيا كانت هتمشي عادي، يعني حتى في الدوري كسبنا اول ماتش زي ما بنقول قررنا المكسب، عدينا الماتش الاول عدينا الثاني عدينا الثالث خلاص احنا تعودنا على المكسب، فالفرقه فانا وجودي معاهم انا فعلا كان خلاص كان ماتشات الفاينل لازم اكون موجوده، كان الموضوع طبعا بيبقى صعب عليا في الاول ان انا اكون موجوده، بس ما قدرتش بصراحه ان انا يعني كنت فعلا عايزه اكون حاضره معاهم وشايفاهم هم بيكسبوا، ودي اكيد حاجه تبسطني ان هم فعلا عملوا كده، وانا يعني ما حسسوش الفرقه ان في حد ناقص او ان في حد مش موجود برغم كل الغيابات اللي كانت موجوده، بس لا كانوا رجاله فعلا. ندى، دايما السبورت بيبقى مهم جدا او الدعم، ودايما في الاصابات اللي زي دي اكيد دعم الفريق بالنسبه لك اكيد كان مهم، خاصه ان انت اكيد كنت متاثره جدا، اكتر بقى بنات دعموكي في الفريق، وشايفه الدعم ده فرق معاكي ازاي على المستوى النفسي؟ هو كلهم الصراحه كانوا بيكلموني كتير قوي، مفيش حد معين يعني كلهم زي بعض، ممكن سرايا اكتر حد، بس يعني محدش يعني من اللعيبه خاصه يعني غير سرايا اكتر حد كان بيكلمني، بس هم كلهم كانوا بيكلموني، وكوتش كان بيكلمني
وباقي الجهاز، بس كانوا عايزين ان هو ارجع فرق جدا صراحه. طيب خليني يا ميرولا اسالك، يمكن دايما المنضمين حديثا للنادي الاهلي بيبقى فيه اختلافات كتير عن اي نادي تاني، طريقه التعامل، النظام نفسه اللي بيمشي بيه النادي الاهلي، اي فريق في النادي الاهلي بيبقى الموضوع مختلف شويه، فعايزاكي تقولي لي ابرز الاختلافات اللي انت شفتيها ما بين اي نادي والنادي الاهلي. لا هو يعني الاختلافات يعني بالنسبه لي عشان كنت في نادي الشمس وكده جيت الاهلي، فلا هو الاهلي فيه نظام في كل حاجه، بنعسكر قبل البطوله بيومين مثلا او حاجه، ساعات بنتمرن صبح وبالليل، بيبقى لازم دايما متفرغين للباسكت اكتريه الوقت يعني. الموضوع يعني بالنسبه لي الموضوع كان صعب اول سنه عشان ما كنتش لسه واخده على الاجواء دي، ما كنتش لسه برده واخده على الفرقه قوي، كان برده ما كنتش واخده على السيستم بتاع كابتن طارق، فكان الموضوع بالنسبه لي كان صعب شويه يعني. بس تاني سنه اللي هو خلاص بقى انا اخدت على الجو واخدت على الفرقه وكنت عارفه اتعامل يعني في الموضوع، الموضوع كان اسهل لي كمان السنه دي من السنه اللي فاتت، فيعني السنه دي كانت بالنسبه لي اهدى شويه بكتير يعني من سنة من اول سنه يعني. رنيم انا حاسه انت عايزه تقولي حاجه. انا قلبي حاسس يعني عارف من ساعه لما قعدت يعني رنيم بتتكلم معاكوا اكتر ما بتتكلم عنها. لا لا والله حاسه ان انت عايزه تقولي حاجه. لا والله بس بشجعهم يعني عشان ما يبقوش محرجين. انا محرجه عادي وانا محرجه عادي. ندى الحقيقة احنا كنا بنتكلم على فكرة الانسجام ما بين التيم، ده بيبقى يمكن بيبقى صعب بالنسبة للناس، ولكن في النادي الاهلي بيبقى سهل جدا ان انت اول ما حد يجي جديد كلكم بتدخلوه على طول في المود بتاع الفريق. فعايزة اعرف منك اكتر يعني الكواليس ما بينكم كلاعبات بيبقى فيه سواء مواقف صعبة مواقف سهلة، خاصة في الماتشات الصعبة، فعايزة اعرف منك اكتر علاقتك بيهم والانسجام والاندماج ده اكيد برضو بيبقى مهم جدا ما بينك وما بين بقيه اللاعبات. هو اصلا احنا مفروض ان احنا مثلا نبقى عارفين بعض من بره، مثلا في المنتخب مثلا من النوادي بنشوف بعض كتير قوي في ماتشات، فاحنا اي حد بيروح نادي جديد مش بيبقى اللي هو اول مره يشوف الفريق او يشوف اللعيبه دي، مش بيبقى لعب معاهم قبل كده اذا كان في المنتخب او في تجمعات منتخب، فاي حد بيبقى جاي الفرقه جديد اللي هو احنا بنلم بعضينا ان هو احنا في الاول وفي الاخر احنا فرقه واحده، وان احنا نكون تيم واحد ده دي اكتر حاجه بتخلينا ان احنا بنكسب او بيبقى شكلنا حلو احنا في الملعب، فدي اكتر حاجه بتاثر على اللعب. فان احنا اول ما بيجي بحد جديد يعني من اللعيبه بنبقى عايزين ندخله في فرقه على طول علشان ده يظهرنا بشكل احسن. حصل مع ليليانا وتمارا شفناهم الحقيقه دايما بيقولوا ان هم انسجموا سريعا جدا مع الفريق. طيب خلينا دلوقتي نطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى نرجع علشان احتفالنا ببطولات الرباعيه النهارده في استوديو الابطال، فاصل ثم نحتفل ببطولات الرباعيه. ألف 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 مليون مبروك لبطولات الرباعية، زي ما احنا شايفين قدامنا احتفال الحقيقة بأربع بطولات، موسم استثنائي ولا أروع، سواء للجهاز الفني الجهاز الإداري وكمان نجمات الفريق. الحقيقة استمتعنا بوجودهم معنا النهاردة في استوديو الأبطال. كابتن طارق ألف مبروك، رنيم مبروك، كابتن ماجد ألف مبروك، ندى، ميرال، الحقيقة استمتعنا بيكم، كابتن أكرم، سوريا، كابتن علياء، الحقيقة مبسوطين بيكم النهاردة، وعايزة بس من كل حد فيكم كلمة عن الموسم ده وإن شاء الله الاستعداد للموسم اللي جاي. مبروك لينا كلنا، مبروك لمجلس الإدارة والنشاط الرياضي واللعيبة والجمهور رقم واحد، ما فيش أحسن من المكسب، وإن شاء الله إن شاء الله السنة الجاية نبقى ستة إن شاء الله، إن شاء الله أفريقيا داخلة في النص نبقى ست بطولات إن شاء الله. رنيم لا أحب أشكر طبعا الجمهور والجهاز والمجلس الإدارة، وان شاء الله مزيد يعني من البطولات على مدار السنوات العديده ان شاء الله. تمام، والف مبروك ومبروك لمجلس الاداره والنشاط الرياضي والجهاز واللعيبه، ومبروك علينا وان شاء الله السنه الجايه احسن ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن ندى. مبروك لزمايلي والجهاز الفني والجمهور، وان شاء الله السنه الجايه اكون معاكم ان شاء الله. ميرور مبروك لمجلس الاداره ولجماهير النادي الاهلي، ومبروك لينا وان شاء الله السنه الجايه تبقى احسن بكتير ان شاء الله. ان شاء الله كابتن علياء. مبروك طبعا لكل الفرقه ومجلس الاداره والجهاز والجمهور، وان شاء الله السنه الجايه
افضل ان شاء الله. سرايا مبروك طبعا لمجلس الاداره والجهاز الفني والفريق كله بصراحه، كنت رجاله، ومبروك لكل الاهلاويه، وان شاء الله السنه الجايه يبقى موسم احلى ان شاء الله. كابتن اكرم مبروك لجماهير الاهلي وهم فرقتنا الجميله جهازها نشاط رياضي ومجلس الإدارة، وإن شاء الله السنة الجاية زي ما كابتن طارق قال كده وستة من ستة إن شاء الله. إن شاء الله كلنا فخورين بيكم. إحنا والجمهور بنقول لكم شكرا على هذا الموسم الاستثنائي، والحقيقة بقى يلا أنا مش أنا ما بعرفش أقطع طرق، فمين هيعرف يقطع طرق؟ يلا أنا مسؤولة عن لا احنا كده تمام اه زي ما هي. يلا كل ايد واحده اتفضل. يلا قربنا خد السكينه من هنا مش كله ايه ليه لازم تيجي بس.